لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. درس طرح الكسور العشرية. سنتعلم اليوم طريقتين لطرح الكسور العشرية. الطريقة الأولى باستعمال النماذج، وسنوضح ذلك من خلال المثال التالي. يقول المثال: استعمل النماذج لإيجاد ناتج طرح 2.75 ناقص 1.15. لاحظ لدينا في أعلى الشاشة قطعة نموذج مربعة مظللة بالكامل باللون الأزرق. هذه القطعة تمثل العدد الصحيح 1 لأنها مظللة بالكامل. الآن سنمثل بالنماذج الكسر العشري 2.75 كالتالي: نقوم أولا بتمثيل الجزء الصحيح وهو العدد 2، نمثله بقطعتين مربعتين مظللتين بالكامل هكذا. الآن نمثل الجزء العشري 75% بقطعة مربعة مظلل فقط منها 75%. الآن نقوم بطرح 1.15 من النماذج. سنلغي قطعة مربعة واحدة تمثل الجزء الصحيح على عدد 1، ثم نلغي من القطعة المربعة المظلل منها 75% نطرح منها 15 مربع صغير. إذن يتبقى لدينا قطعة مربعة واحدة مظللة بالكامل، وقطعة مربعة مظلل منها فقط 60%. إذن 2.75 ناقص 1.15 يساوي 61%. الطريقة الثانية باستعمال القلم والورقة. في البداية لابد أن نتذكر قاعدة طرح الكسور العشرية التي تقول: عند طرح الكسور العشرية لابد أن نرتب الكسور العشرية بحيث تكون الفواصل العشرية مرتبة بعضها فوق بعض، وسنوضح ذلك من خلال المثال التالي. يقول المثال: يبلغ طول أطول امرأة في العالم متران 31%، بينما يبلغ طول أطول رجل في العالم متران 72%. كم يزيد طول أطول رجل عن طول أطول امرأة؟ إذن لابد أن نوجد الفرق بين الأطوال، وسنقوم بعملية الطرح. سنكتب أولا الكسر العشري الأكبر متران 72% ناقص متران 31%، ونضعهم فوق بعض بحيث تكون الفواصل العشرية مرتبة بعضها فوق بعض هكذا. الآن نبدأ عملية الطرح. ننزل الفاصلة أولا، ثم نبدأ عملية الطرح من أول منزلة في اليمين. 2 ناقص 1 يساوي 1، و7 ناقص 3 يساوي 4، و2 ناقص 2 يساوي 0. وبهذا أوجدنا أن الفرق بين الأطوال يساوي 41% متر. تدريبات: أوجد ناتج كل مما يأتي. حتى نقوم بعملية الطرح في التدريبات التالية لابد أن نتذكر القاعدة التي تقول: لطرح الكسور العشرية لابد أن تكون الفواصل العشرية مرتبة بعضها فوق بعض. فقرة 1: 2.7 ناقص
1.4. لاحظ الفواصل العشرية مرتبة بعضها فوق بعض. ننزل الفاصلة ثم نبدأ عملية الطرح من أقصى من أول منزلة في اليمين. 7 ناقص 4 يساوي 3، 2 ناقص 1 يساوي 1، فقرة 2، 5 من 10 ناقص 3 من 8 من 10. لاحظ الفواصل العشرية مرتبة بعضها فوق بعض. ننزل الفاصلة ثم نبدأ عملية الطرح من أول منزلة في اليمين. 5 ناقص 8 لا يصلح، فعدد صغير لا يمكن أن نطرح منه عدد أكبر منه، وبالتالي نقوم بعملية الاستلاف من 5 في منزلة الآحاد. نستلف 1 من 5 فتصبح 4، ونضع 1 بجوار 5 فتصبح 15. الآن 15 ناقص 8 بتساوي 7، و4 ناقص 3 يساوي 1. فقرة 3، 69 من 100 ناقص 7.5 من 100. لاحظ أولا نتأكد أن الفواصل العشرية مرتبة بعضها فوق بعض، وهي كذلك. ننزل الفاصلة، نبدأ عملية الطرح من أول منزلة في اليمين. 7 ناقص 5 يساوي 2، 6 ناقص 0 يساوي 6، 9 ناقص 7 يساوي 2. فقرة 4، 6.84 من 100 ناقص 53 من 100. أولا نتأكد أن الفواصل العشرية مرتبة بعضها فوق بعض، وهي كذلك. ننزل الفاصلة، نبدأ الطرح من أول منزلة في اليمين. 4 ناقص 6 لا يصلح، لأنه عدد صغير لا يمكن أن نطرح منه عدد أكبر منه، فنستلف 1 من العدد 8 فيصبح 7، ونضع 1 بجوار 4 فتصبح 14. 14 ناقص 6 يساوي 8، و7 ناقص 5 يساوي 2، و6 ناقص 3 يساوي 3. وبهكذا نكون تعلمنا اليوم كيفية طرح الكسور العشرية بطريقتين، طريقة النماذج وطريقة القلم والورقة.